امرأة عند رجل يرتكب بعض المعاصي والأثام يعني الكبيرة كالمخدرات ونحو ذلك، وهي تعاني من هذا الرجل، وهي امرأة فيها يعني صلاح وإيمان، نحسبها كذلك والله حسيبه. السؤال أنها ماذا تعمل؟ يعني هي نصحت واهتمت لكي هذا الرجل يعني يترك هذا المحرم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما بدون جدوى. فهي ماذا رأيك؟ يعني هل تذهب إلى أهلها أو تصبر حتى لعل الله يهديه؟ وكذلك أبناؤهم من ناحية الصلاة يعني يمنعهم ويحصل أحوال يعني، فنريد يعني كلمة بسيطة الله يبارك فيك لكي إن شاء الله يستفيدون حول هذا الموضوع. هذا الرجل الذي يفعل هذه المحرمات هل هو يصلي أو لا؟ يصلي ولكن يعني بتهاون وتكاسل، أحيانا في البيت أحيانا في العمل أحيانا بتأخر. أرى أنها إذا نصحته ولم يستفد فلها الحق في طلب الفصل ويفسخ النكاح. بارك الله. لكن على كل حال مثل هذه الأمور قد يكون هناك مثلا أشياء ما تتمكن من الفصل لأنها معها مرتبطة معه بأولاد ويحصل مشاكل في الفصل، فإذا لم تصل معصيته إلى حد الكفر فلا حرج عليه أن تبقى معه خوفا من المفسدة. أما إذا وصلت إلى حد الكفر مثل كونه لا يصلي فهذا لا تبقى معه طرفة عين.